يعطيك العافيه ابو سعدين. اهلين اهلين بالحكيم ابو طلعت. شو صحتك؟ شلونك انت؟ الحمد لله ماشي. هلا هلا كيف حكيمنا؟ منيح 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 ماشي الحال مسدوده ولله الحمد، يعني ما بنقول غير هيك، ما بنقول غير هيك. يا وين يا مهوين؟ على غابت مصدومه. لك لك حدا وكلك زكي عني انت؟ ليش حكيت عني؟ يخرب بيتك شو مسنك طويل؟ يخرب بيتك وبيت بيتك. لو طول بالك طول بالك، ايه ما حكش الزلمة. لا بدي افهم ليش حكى عني؟ شو لساني اخر القطعنا؟ ليش حكيت عني ولا؟ ليش؟ يحاكيك الحكيم ان شاء الله ويهز براسه، يعني ضروري كل ما حدا وجه لي الكلام، اطلط انت مثل حمص الكي. طول بالك ابو طلعات، مو محرزة تهز بدنك منوب، هات لي شوف اللي، شو رايح تعمل بالغابة؟ شو بدي اعمل يعني؟ بدي لقوة ضفادع وحطهم بالسطل وبيعهم للمطاعم، ولا بدي انصب خيمة هنيك واشرب ارجيلة انا والحيوان؟ عفوا ابو طلعات، انا عم بسألك مجرد سؤال. اخي بدي شم شوية هوا. ممنوع شي؟ بدي اعمل الرياضة. ممنوع شي؟ بعدين من قالك اني ضايع على الغابة؟ فزت عم يخربط الحكي، انا ضايع على 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 الجرد الشمالي. ممنوع؟ روح على الجرد الشمالي كمان. لا ليش ممنوع؟ روح الله يسرك وين ما رحت. اسمع احسن ما تاخذ وتعطي معي وتلعيلي قلبي بلا طعمه. الله يرضى عليك، استرزق وناولني هالكم قبض، خليني امشي. تحرك ابو سالين. على عيني وراسي، شو طلباتك؟ هات لشوف. طلبي يا ملحوم البلي نص ويا زيتون مفقش. نعم. ايه ونص ويا صحيح. نعم. بس من الفحلين ها، ما بدي صغار. ما بدي، مع نص ويا تلبني غنم، الله يرضى عليك، انا ما بيوعدني الا الغنم. على عيني وراسي. الك وينك ابو سالم؟ الله يرضى عليك، حط لي بخمس ليرات زيت طيب، رشه يعني فوق اللبنه، مع رشه نعناع يابس، شغل السنه مو بايتين، لا تحط لي ملوخيه يابسه وتقول لي هذا النعناع. تكرم عينك تكرم عينك. الله يكرمك الهي، تسلم لقلبي الهي. الزيتونات بدك اياهم خضر ولا سود؟ شكلهم، عليش هيزا شكلهم؟ لا والله ما له شيء. عم يقول لك ما له شيء. على عيني تكرم. صحيح خيي ابو طلعات. الله يوفقك، بدي دواء للسعلي من تحت دياتك. والله العظيم هالسعلي دي بحتني خصوصا بالليل. ايه تكرم عينك تكرم. بس يا ترى سعلتك ناشفة ولا فيها خرخرة؟ ما اشعر فيها خرخرة. مو مشكلة، انت مروق لعندي مثلا وانا بدبرك. تفضل، هاي غرافك جاهزين صاروا. يسلموا دياتك. ايه والله. هاي الزيتونات. ايه والله يسلموا الايدين. بقديش هدول؟ ايه مو محرزين، خليهم علينا. ها لا اعوذ بالله ما بيصير، اللي قديش حقهم؟ الهديه بالامطار والحساب الملي. ماشي الحال 80 ليره. 80 ليره وليش كل الان؟ ايش عم بشتري لحمه انا؟ خذ مسيك ال 50 ليره. 50 منك بركه، ماشي الحال. يلا بخاطركم، وانت تاني ابو رجا مروق لعندي مثلا مشان سعلتك، مو ما تمرق؟ يلا سلام عليكم. روح 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 لا روح مع السلامة مع السلامة ابو طلعت. يا لطيف شو بلها موت يا الزلمة. العمى شو الإنسان هذا المعد؟ يا الله وكيلك يا ابو رجا، دائما بيعمل معي هيك، على طول بيعته خسرانة. طيب انت ليش لحتى تبيعه؟ شو الله جابك؟ صحيح، بس قول لحالي الا ما نحتاجه، حاكم الدواء اللي بيركبه ابو طلعت ما له اخ بالبلد كله، يخرب بيته شو شاطر. فعلا يا ابو سالم، ابو طلعت رجل عالم. وينك فستو؟ اسمع شو رح اقول لك ونفذ بالحرف الواحد، انت والحمال اوعكم تتحركوا من ارضكم ولا خطوه واحده، فهمت شو عم اقول لك؟ حاضر يا معلم. معلم شو بدك؟ رح تطول جوا بالغابه؟ لك شو بدك هاي الشغله انت؟ انت شو بدك هاي الشغله؟ بطول ما بطول، بتاخر ما بتاخر، اخو مرائي شيء، المهم تضل مبسمر بارضك هون، ما تتحرك فشخه واحده، العمى. وبركي جانا معلم. اذا جاء الحمار هاي الحشيش قدامه، فلتوا على حشيش وخليه ياكل على كيفه، ابهيم هذا ما بتفرق معه. وانا بركي جيت اكل من الزواده؟ لا اوعك، لا تمد ايدك على الزواده منوب، هيك رح ترجع. بعدين وينك فستو؟ اذا شفت حدا فايت على الغابه، مين مكان يكون ها؟ شو مكان وضعه؟ صفرني ثلاث مرات حتى اسمعك. تعرف صفر انت؟ لا والله يا معلم ما بعرف انا. تعرف تنوي؟ طبعا معلم بعرف نوي. نوي. نوي لي شوي شوي. يعني اعمل بفوفا قدامي حتى اسمعك. يا
يعني الحقيقة معلم أنا هلأ ولك تنوي ولا تنوي عليك الواويات إن شاء الله تنوي على أبرك إلهي. حاضر معلم. لا خلص هلا شو بك مبحثت هالبحثة؟ نوي لي 3 مرات وبس. فهمت شو عم قلا؟ فهمت معلم. 3 مرات. 3 مرات وبس. نوي لي شوي شوي. وين طلعت؟ طلعت؟ لك سلم علينا وخذ نص الغلة شباب. صدقني ما شفتك يا مختار، يعني معقول اشوفك وطن الليل؟ شو عاملي انت؟ انت صاير فيك يا ابو طلعت ما عم بتشوف حدا قدامك بنوب، شو السبب الله اعلم؟ الي اشوف، وين كاين؟ كنا بالغابة مختار. لك يعجلوا عليك، يعجل عليك ربي، شو انك لسانك طويل؟ لك ما بريد من ربي الا شغلة واحدة بس، يا يعصف عمري، يا يعصف عمرك حتى نرتاح من بعضنا. طول بالك يا ابو طلعت، الزلمة ما حكى شيء. اللي امنت لي الدواء تبع وجع الركاب؟ بدك الصراحة؟ لا والله ما دبرت. بدك تصبر علي كم يوم لاني مشغول كثير بهاليومين، شغلي لفوق راسي. الله يعطيك العافية، بس بدي اسألك سؤال ابو طلعت. كل اهل الضيعة عم بيحكوا انه ابو طلعت حنفي عم بيساوي دواء للربو، صحيح الشيء؟ مين قال لك؟ انت حكيت هالشيء ذا؟ لا والله معلمي، الله وكيلك ما فتحت تمي بحرف. لك يا ابو طلعت صانعك فستو ما حكى لي شيء، كل اهل الضيعة عم بيحكوا هالشيء، بعدين اللي لشو؟ ليش زعلان؟ شو هو السر النووي؟ ومين قال لك اني زعلان؟ مالي زعلان ولا شيء، بس انا ما بحب احكي بشغلي قبل ما تصير، هيك عادتي اللي نشأت وترعرعت عليها. معناته الخبرية مزبوطة. سيدي ان شاء الله بنتوفق، انت ادعي لي وانا بألف خير من الله. يا سيدي اذا زبط معك هالدواء، فعلا بتكون خدمت البلد خدمة كبيرة، والكل رح يعترف بفضلك. يا سيدي سواء اعترفوا بفضلي ولا ما اعترفوا مو هنا المشكلة، راح نحط الناس على كرسي الاعتراف نحنا. الأهم من ذلك انهم يقدروا تعبي، يقدروا يدفعوا حق الدواء وما يستغلوا. يا سيدي لما الناس تطيب على الدواء تبعك راح يدفعوا لك قد ما تريدوا أزواد. ها أبو طلعت حنفي هون عم قول ليش الحارة منورة؟ شو عم طلعت؟ ما بدك تزبط لي دواء للتور اللي عندي؟ المسكين شهيته للأكل معدومة تماماً ونفسه مسدودة ما بعرف ليش. انت لا تورجي خلقتك، بتقوم بتنفتح نفسه وبياكل. لا يا طلعت ليش هيك عم تحكي معي؟ طبعاً بدي احكي معك هيك ولا من هيك كمان، يعني ما حدك تفهم اني بداوي بشر انا مو بقى العمى على هالناس التعبانة. امشي فستو امشي خلصني. امشي ولا امشي. الله يصلحك يا ابو مفا، ليش هيك زعلتو؟ ليش زعلتو؟ قال يالله يخرب بيت قلبه، الشهر الماضي عطاني دواء لوجع الظهر، ضل شي 10 أيام يروح يجي لعندي على الدكان وياخذ لحم ببلاش، وبدك ياني ما زعله؟ العمى شو طماع، معقول؟ طماع وبس، ولك انا بحياة عمري ما شفت واحد بالهموطي مثله. الله يرحم خالي ويحسن اليه، فعلا كان يداوي 3/4 هالبشر ببلاش. شو جاب لجاب؟ قاعد وحدي بالقهو مو لازم تتعجبوا، لازم اكدح ليل نهار وركب مرهم للربو. قاعد وحدي بالقهو مو لازم تتعجبوا، لازم اكدح ليل نهار وركب مرهم للربو. قاعد وحدي بالقهو مو لازم تتعجبوا، لازم اكدح ليل نهار وركب مرهم للربو. هالعشبة شو جذابة حوشتها من هالغابة، ودقيتها بوسط الجرن ورح اشويها بالفرن، والله اعلم رح ساوي مرهم حتى الناس يطببوا. قاعد وحدي بالقبو مو لازم تتعجبوا، لازم افتح ليل نهار وركب مرهم للربو. قاعد وحدي بالقبو مو لازم تتعجبوا، لازم اقدح ليل نهار وركب مرهم للربو. الشغلة عندي سرية وعم اسرح بالبرية. معلم لك يخرب بيتك شو مطيلس وغبي، ولك شلون بتفوت علي هيك بدون لا احم ولا دستور؟ لك شو فايت على الخان انت؟ على الخان فايت؟ تا
تاني مرة سعول يا أخي، اجعور، عطوس، اتنحنح، نوي، عوي، مو تخلق قدامي هيك مثل العفريت الأزرق. لا تواخذني معلم، بس مداروا على باب الكرم، مكرموا على باب الدار وقال بدي تشوفك ضروري. إيه الله ياخدك أنت وأم كرمه، ولك حدا بيجيب الدب لكرمه؟ مالك شايفني قديش مشغول؟ ولك آخ آخ، أنت أهل هالبلد بدهم يقدروا قيمتي ويجوني على موعد مثل دكاترة الشام؟ ليش العالم بتستوطي حياتي وبتنط عليه ما بعرف؟ ودخلك شو بدها هي مني؟ أم كرمه؟ أم بطيخ؟ يا معلمي، قال ابن سعدان، ابن سخنان وجسمه مثل النار وبطنه منفوخ معلم، منفوخ كثير. هذا يمكن بتعرف معلم، يمكن ما هو التهاب امعاء. ها شو هالحكي، التهاب امعاء؟ يعني ما بقى غير انك تقعد محلي بفرد مرة وتداوي هالبشرة؟ يخرب بيتك شو كثير غلبي، يخرب بيته. العمى اجى لعندي مثل الطلطميز وهلا صار يفهم بالتهاب الامعاء. بلا معلمي بفهم، انا بفهم. انقلع ولا والا لام كرمه اني جاي هلا، يلا خلصني في الصندوق. حاضر علي. قاعد وحدي بلا ابو، ولازم تتعجبوا، لازم افتح لي النهار ولك كيف ما الامر لمو. شوفي لك، بتجيبي ليموني حامضه وبتجيبي بصل بترميهم على بعضهم وخليه ياكلهم ابنك، بفش بطنه بفت يعني بنفسه. لك روحك، لا تضيقنا خلانا. مرحبا ابو طلعات. اهلا وسهلا. خير انت الثانيه، شبه ابني؟ والله ما بعرف شو صار له، كان ما في البلا ونزل ولعب بالحاره هو ورفقاته طمامه وكره قدم، ولما رحت لحتى اختصلي ام كرمه، لا تضيقيلي خلاقي، اعطيني المفيد انت الثانيه. طيب على عيني. المهم الولد نام مثل الملايكة، وبنص الليل يا حرام ما حسيت لك إلا سخنان عم يغلي مثل النار وبطنه عم يمغصه. شو تغدى بالنهار؟ لبن وبرغل وتين وعنب. شفت شلون معلمي، أكيد ما التهاب أمعاء هذا. لك سد حلقك، ولا سد حلقك، يخرب بيتك ما أغلظك، تضرب شو صاير للتات. حاضر معلم، سديته. ها خدي الشراب هاد، بتسقي منه 3 معالق صغيرة بالنهار القصير. معلش إذا أعطيته معلقة كبيرة فرد مرة؟ لا لا لا، أوعك. شو معلقة كبيرة؟ أوعك. لك كلمة تانية بذفسك بفجلي. ها حاضر معلم، خلاص. هلأ هاد لالتهاب الأمعاء؟ ليش مين هالحمار يلي قال لك إنه معه التهاب أمعاء؟ فستو هو اللي قال لي. فستو؟ أنت حسابك عندي بعدين، كتر ذنوبك لأنه والله ويلي اسمه الله لدعك قتلي حش كلبك، أنا بفجيك. ها على كل حال يا أم كرمه، بتعطي الصغير من هالدواء وبتحميه عن الأكل كم يوم، فهمتي ولا عيد وفتي؟ فهمت، بس شو بدي طعميه؟ شذبة رز وجزر مسلوق. طيب وقديش حق هاي القنينة؟ 250 ليرة. والله غالية كتير. شبك بهيك حالة صفيت الصيدلية، أوفر وأرخص. أنا وحي اشتري من الصيدلية لك؟ لا جايل عندي انتي، انتي لا جايل عندي، جايل عندي مخلوعة. أما سمع لمين يسمع؟ ولك يا عم كرمه، هذا دواء أعشاب، أعشاب يا خلق يا عالم، أعشاب يعني طبيعي 100%، يعني لا في كيماوي ولا ضرب السخن يلي ينزل على قلب عدوينك. طبعا انت بتعرفي انه العالم كله اليوم عم يرجع لادويه الاعشاب ولا ما بتعرفي؟ وحضرتك عم تقلي لي كثير 250 ليره. بعدين انت بتعرفي قديش اكل معي وقت تركيب هالدواء هذا؟ هذا غير حق الاعشاب واجره البيت واجار صانعي وخرجيه امي واكلي وشربي وحقل. خلاص خلاص، هاي المصاري خود، هاي 250 ليره. تفضل. الله لا يحيش عبد لعبد. الله يرحم ايام خالك شو كان ناس ملاح، قال مثل ما بيقول المثل، صار للدبانه دكانه وصارت تفتح على بكير. روحي من وشي، انطبي ببيتك وعفيني من انتالك لمعدتي، بس الحق علي انا يلي بعتك الدواء. قال خيرا تعمل شرا تلقى. اي والله طويل بالك ابو طلعات، ليش هيك معصب؟ لك شلون ما بدي اعصب انت الثاني؟ شو بدك؟ جاي تحل سالتك علينا؟ دخيلك يا ابو طلعت، سمعت انك عم تركب دواء جديد للربو، الله وكيلك هالربو هد حيلي هد، وطول الليل صدري عم يزمر تزمير. دواء الربو لساتني عم ركبه،
وان شاء الله عن قريب يمشي حاله. لا تخاف على حالك، ما راح تموت بهالفتره، عمر الشعي بقي. الله يجزيك الخير يا ابو طلعت، بس عجل فيه شوي بنوبك ثواب. امتى بتحب ارجع لعندك؟ غط لك يومين ثلاثه برجع، مو مشكله. طيب. الله معك. شيء عدنان، تعال اقول لك وصفه. هي أربعة وهي خمسة، هي صار عندنا خمس أنانيم توسع لي اللي وصيتني عليه. بس خمسة؟ مو اتفقنا على 10 15 أنينة؟ معلش معلش سيد مودي، بدك تعذرني، مشغول شوي بهالكم يوم. إذا بدك مساعدة أنا حاضرها. لا لا عمي، ما في حدا يساعدني، ساعد حالي، كتر خيرك إن شاء الله، ما في حدا يساعدني. بسيطة. شو القصة؟ أنا سمعت إنك عم تطبق دواء جديد للربو، صحيح هالشيء؟ آه؟ فزعة على البلد، إنه ما بيتخبى فيها شيء البلد هي. يعني مزبوط؟ ايه مزبوط، والدواء بيزبط معي، بس بده تجريب. ها معناتها الله يرضى عليك فورا بتحسب حسابي بشي 10 اناني، مو تنسى؟ لا لا ما بنسى، بس بدي لك كلمتين سيد منين، يا ريت تسمعهم هيك يعني هذا من مؤاخذه ويعشعشوا براسك عشعشه. تفضل ابو طلعت شرف. انا بساعد اعطيك كل انتاج من الدواء، بعطيك اياه كله اشي لفه، وبعملك وكيل حصري بس على الشرط. شو هو الشرط؟ تدفع لي قد ما بدي. لك يا سيدي هلا اكيد ما رح نختلف، مو مشكله، بدفع لك. عظيم جدا، اسمع حد ناولني 600 ليره حق دوسع لي هلا. اوف وليش 600؟ شو غليت السعر؟ ايه غليته اي نعم. طول بالك ابو طلعت، لسه كل يومين ثلاثه بترفع لي الاسعار. هلا صار علي حق، انا عال حق علي، لك الثاني شلون بيلحش والكلام لحش، انا ما عم غلي شيء سيد منيب، بس العمله هي اللي عم تضبط. شو مو سمعان انت بشيء اسمه تضخم؟ سمعان ولا ما لك سمعان؟ اجبني يا سيد منيب، على حساب انك صيدلي وتعلي. بلا سيدي سمعان. بخيلك. وهي 600 ليرة، تفضل. على هالحالة صرنا بدنا نبيع القنينة بأقل شيء 150 ليرة. لا حبيبي ان شاء الله تبيعها بألف، أنا شو دخلني؟ أنا لا دخلت ولا خرجت، الله يرضى عليك سيد منيب. لا تظلمي سيرتك علي. يا الله سيدي. السلام عليكم. الله معك. يا الله يا الله. وينك؟ فزتو. فهمت شو قلت لك؟ مجرد ما تشوف حدا غريب فات وراي على الغابة بتنوي ثلاث نوايات قوايا وبإمكانك تكررهم إذا حبيت. فهمت؟ لك خلي وشك عندي هون، فهمت ولا لا؟ تعرف بري من بحري، فهمت؟ فهمت معلم، فهمت. عظيم جدا، فهم. غيرك بيتك يا عطابي دلوني اصابي وين ارضي يا عطابي دلوني اصابي وين ارضي يا عطابي دلوني اصابي وين ارضي يا عطابي دلوني
صاحبي وين أغضي يا عطابي دلوني صاحبي وين أغضي. يعطيك العافية أبو طلعات. عمى مين هذا؟ ليش هالحماف ما نوالي؟ شو أبو طلعات؟ شو الصدفة الحلوة هاي؟ قسما بالله كنت ناومر عليك اليوم المساء. أكيد صدفة ولا كنت لاحقني؟ أوف، وليش ألحقك بقى؟ خلاص خلاص مو مشكلة، بس ما قلت لي ليش كنت بدك تمرق لعندي أنت؟ ها؟ بدي دور الدوخة. راجعني بعد كم يوم، هلا مالي فاضي لا للدوخة ولا للموخة، مفرغ حالي لدور ربو. يا سيدي الله يعافي الناس ويعطيك العافية. أبو طلعت ما قلت لي أنت شو عم ساوي بالغابة لحالك؟ شو بدي ساوي يعني؟ عم شم شوية هوا نظيف ولا ممنوعة كمان هي شم الهوا نظيف؟ يا عدموني ياك إلهي. أهلين 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 معلم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ليش ولا ما نويت لما فات الصياد عبغابي؟ ليش نويت معلم؟ والله والله نويت، نويت ثلاث نوايات وقفاهم لزقهم ثلاث نوايات، بس الظاهر حضرتك ما سمعتني. طيب وينك من هلا ورايح الغي لي اياها هي شغله التنوايه. ايه. احسن من بكره بتصير تعوي. تعرف تعوي انت؟ عوي؟ ايه طبعا بعرف عوي معلم انا. طب عوي لي شوي شوي، جرب شوي حتى اسمعها. ولك اخرس اخرس، ليش فتحت لي جاعورة؟ يخرب بيتك. يلا جيب فستو تعال شوف. ايه. انا فستو ام علي. مين لك هداك الواقف هني؟ ايه فستو. عوي لي شوي شوي عوي. يلا فستو يلا ولا لا مش مخبار. يلا يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي جنت عليها الأيادي وأزبلتها البوادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون. رام رام أي غرامك مين؟ أنا بس أعلم فستو. شو بدك؟ خطيبتك سلمى على الباب معلم. لك شو بدك خطيبتي سلمى هلا؟ شلون تجيني هيك خبط لزق بدون موعد؟ ما بعرف. قال بدها تشوفها. يلا غيرة جاية خليها تنتظرني. هلا بعد خطيبتي هلا؟ خطيبتي بخيلة هي مرنة. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي جنت عليها الأيادي أهلين وسهلين سلمى. أهلين زهير. تفضلوا تفضلوا. لا معلش أبو طلعت بدنا نروح، بس حبينا نيجي ونطمن عليك، يعني بالحساب صار لنا 10 أيام ما شفناك. ايه والله العظيم 10 أيام بالتمام والكمال، بس صدقيني يا نور عيني والله العظيم ما بطلع من الغرفة، حابس حالي فيها مثل الفارة وعم حضر دواء جديد، بده يعمل صدعة بالبنت كلياتها. طيب أبو طلعت، أمي بتسلم عليك وبتقلك شو رأيك تيجي الليلة عنا وتسهر؟ لا كل شيء إلا هالليلة، هالليلة بالذات مالي فاضي، والله مالي فاضي، بدي أجرب الدواء الجديد على كم مريض. بس اخ يا سلمى اخ يا سلومتي، يعني اذا زبط معي هالدواء بصير اغنى واحد بالبلد وبلعب بالمصاري لعب، بس انت ادعي لي ان شاء الله بينجح معك يا ابو طلعت وبتحقق حلمك. تفضل اشتهيت لك لقمه باميه ورز طبختن انا بايدي. يعيش ايديك يا ربي. فيها موزات الباميه؟ نعم عم اقول فيها موزات الباميه. انت دوق وادعي لي. بالمناسبه شو رايك تيجي الجمعه الجاي تتغدى عنا؟ خليها للجمعة يلي بعدها إذا ما بصير سألها. أحسن مو من شان شي، بس بكون ارتحت من هم الدواء. طيب مثل ما بدك. يعطيك العافية سيد عدنان. الله يعافيك. شلون شايف فيه الدواء؟ ممتاز كتير، صار لي ليلتين عم نام وأشكر وأشبع نوم، حتى نفسي رجع طبيعي. تقول هالدواء سحر يعني؟ طبعا سحر سيد عدنان، لكن مو سحر؟
لحتى تعرفوا قيمة الحكيم أبو طلعت حنفي. قسما بالله لو كنت عايش بغير الضيعة لمعدتي لكانوا رفعوني للسماء وسموا شوارع باسمي وساحات ويمكن كمان يساووني تمثال. خود بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتمك لله بتعتمك في العافية إن شاء الله. الله يعافيك. ليش ما تخلي أنينة هالدواء عندي وأنا بشرب منها لحالي؟ لا حبيبي لا، خلي الأنينة معي، بجي أنا وبزورك شخصية. بس صدقني خجلان منك، عم تخفي لعندي كل يوم رايح جاي وما عم تاخذ شيء مني بنوم. اي والله هيك ما بيجوز. بسيطة سيد عدنان، مو مشكلة، بكرة بس الطيب بتجيب لي هدية محزة. تكرم عينك ابو طلعت، على عيني وراسي. الله يكرمك، يلا سلام عليكم. الله معك. الله معك. ابو رجاء. لا يا ابو طلعت، اهلا ابو طلعت، اهلا اهلا ابو طلعت. مرحبا ابو رجاء. اهلا ابو طلعت. يا اهلا وسهلا ومرحبا فيك. طمني كيفك اليوم انت كيفا؟ ممتاز احسن ما يرام. يعني صدرك 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 ما عاد زمر بالليل؟ اعوذ بالله، لا زمر ولا طبا. ونفسك ما عاد صفار؟ لا صفر ولا مفر. ويا ترى شو اخبار شخيرك؟ عم يضايق لساتو الناس والجيران؟ بتاتا، ما شايفني صاير عم سقي الارض وقلم الشجر؟ عظيم كتير، شي ناهي. افتح لي تمك لشوف. لا تزمه لا تزمه، افتح شادوقك على الاخير. لا تجعو بس. صحة وهنا على قلبك ان شاء الله. وعلي بقى مر ويلي. يلا بخاطرك. وين رايح وين رايح؟ لولا ما رايح ولا تتغدى. اي معلش معلش، مرة تانية ما بدنا نجرب بعضنا هلا. بكرة بس الطيب ان شاء الله بتعملنا قال يعني عزيمة مرتبة. ولك ما على عيني وراسي. تفضلوا تغدوا، قال يعني كريم كتير. لك البندوق لي كله كله بكذب حشات الدكتور ما بيمونع يذبحني. شو بدك مبلطم ولا؟ ليش مبلطم؟ شو كان صار لو تغدينا عند أبو رجاء؟ كان ذبحنا ليك. ولك العمى ما أخباك؟ يعني بحس كأنك جحش أحيانا أنت. بدك يا يضحك علينا بشقف الديك؟ ليش شو بديك يا علي؟ شو بدي؟ ولك لسه بدي بيع المجنة كلها أنا، بس أنت طول بالك ولا تنق. الحقني هلا الحقني هلا لشوف تضرب. شو تفكيرك محدود؟ شايفه لهذا؟ ايه. هذا شايفه؟ تفكيرك أنت مثله هاد؟ وانا طلعت هلا بنشوفه. جابوا الهدول شوفوا وصفوا بالدار. يلا وينه معلمة؟ صرنا ساعة واقفين ناطرينه. شو هالحكي؟ وين بده يكون يعني؟ جوا عم يحضر الدواء. لو غير نادينه بقى وخلص تلعب بعيونك موقعها. لا والله ما فيني روح ناديله لأنه ما عندي تعليمات تتحرك من محلي. أيلي؟ كيف كان ما أخلصوا هذا الإنسان؟ لو صار لك لسان تحكي ولك أنا جننت ولا؟ إيه إيه رايح ناديله شبك لا تتفوش. فرق ما بيننا ليه زمان، فرق ما بيننا ليه زمان، دمري كله دمري كله بعدك هوان. علمي علمي يخرب بيتك نعزني، يخرب بيتك وبيت بيتك. ولك ريت القصي يتعلم بجنابك يا حق، يتعلم ولا يحرمني. لك مية مرة قلت لك لما بدك تفوت لهون لك يا أخي اتنحنح اسعول عطوس نوي عوي. يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك. شو مخك اسمي يا معلمي؟ والله مو ملحق علي، بس الناس برا. لك انقلي احمل وشي ولا انقلي يخرب بيتك. عم قلك لوين بدي انقلي يا معلمي؟ لوين يعني؟ على بيتكم انت مفصول من الشغل، مرفوض انت. خلاص معلم الله يوفقك، والله ما عاد عيدك.
قلت لك اني العب فورا قبل ما تضرب شطر بشري. ها امرك معلم، بس انا اللي عندك اجرة شهرين معلم. شو هالحكي؟ ومني ومني ومن وعالية تقبل امك؟ روح ولا مالك عندي شيء انت، لانه هالدواء يلي انكب على الارض باجرة شهرين. يلا فرقني بريحة طيبة. لا الله يستغفر فيك يا معلمي، هلا هذا جزاك المعروف. قال يعني مظلوم وبيقطع القلب. روح ولا روح قبل ما اقتلي فيك. يلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كبل لي قصاص الدواء. يلا هذا طول طول. ولك شو بكله؟ ها وينو معلمك العمى بعيونك بدنا نمشي. ما عاد معلمي ما عاد معلمي، هي تخلعت بسببكم. الله لا يوفقكم. بعدين اكل علي اجرة شهرين. بالله العظيم يا الله لا يقيم عقلك. الله يخلينا يا لا حول ولا قوة الا بالله. شو هالطشة هي قدام بيتي؟ شو هالمظاهرة اللي عاملها؟ بدنا الدواء. دخيلك يا ابو طلعت لحقني بالدواء. على عيني على عيني وراسي، بس اللي بده قنينه يطالع من جيبته 700 ليره قوام. 700 ليره يا ظالم، من كم يوم كان ب 500؟ لك انت مو سمعانه بشيء اسمه تضخم؟ يفضح ريش قلبك شو غبيه. طبعا مو سمعانه، منين بدك تسمعي انت؟ منين بدك تسمعي؟ على كل حال يلي مو عاجبه السعر يورجيني على كتافه قوامي ويكون بيعلمكم انه الكميه محدوده. ها بس والله كثير 700 ليره المبلغ كبير يا ابو طلعت، والله ما فينا ندبره. طيب انا شو دخلني؟ يكون بعلم الجميع اذا ضل في تضخم وتراجعت القوه الشرائيه بكره بدي بيع القنينه بقلبه ب 1000 ليره. بدي بيعها انا بلحقوا حالكم. ها وانزل من انزل رانا يا ظالم. تشري هاي 700 ليره هات لشوف. وهي القنينه غيره سيدي بعيننا الله منجرب المرة. ماشي الحال معافى ان شاء الله. الله يعافيك. امرنا الله اعطينا انينه. تفضل هي انينه اوعى تكبها. اعطينا انينه ابو طلعت. ماشي الحال وهي انينه. يلا هاي وحده ثانيه. هاي وحده ثانيه. لحظه دفع هذا. دفع 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 خلصنا بس سيك. هات شو سيك شبيك. ماشي الحال الله يعيننا اعطينا انينه. نعمه كلي الله يشفيك ويعافيك. الله يخليك. هالدروه راح تنتفع منه كثير. الله معك مع السلامة. نفعنا. شبه صاحبنا ماشي مستعجل مو شايف حدا قدامه. لك هو من قبل ما يركب دواء ربو ما كان يتحاكم. كيف هلا دخلك وزبط معه هالدواء؟ والله يا مختار اللي جربوا الدواء عم يقولوا انهم استفادوا عليه تمام، بس ابو طلعت عم ياخد حق القنينة 1000 ليرة. العمى بقلبه بألف ليرة؟ فعلا هالبني ادم ما بيشبع. ودخلك الناس عم تشتري؟ يعني مضطر بده يدفع يا مختار، لانه هالدواء مو موجود غير عنده، هو اللي مخترعه وما حدا بيعرف يركبه غيره. هو فعلا الزلمة انتهازي وطماع، بس بيني وبينك عبقري. بلا عبقري بلا بطيخ مبسمي. اساسا اسرار هالادويه اللي عم يركبها كلها مكتوبه بالكتب تبع خاله، واذا هالكتب وقعت بايدين اي واحد تاني بينكشف السر. على كل حال ما في شيء بيتخبى الا ما توع الاسرار بيوم من الايام بايدين واحد ابن حلال وقلبه لله. ما بظني يا مختار، لانه ابو طلعت حنفي حريص على هالكتب اكثر من حرصه على عيونه. يعني اذا قلع صانعه فستو لانه صار يحكي شو عم يشوف بالمخبر، ما شو منتظر منه؟ معقول يخاف من واحد مثل فستو؟ لك هذا بيخاف من كل شيء. هي اصلا ما في شغيل قاعد عنده اكثر من شهرين ثلاثه. لا تخاف علي لا تخاف علي، حاسبها منيح. يخرب بيته شو داهي. اهلين وسهلين بالحكيمه طلعت. شرف شرف تفضل. يا عاش مين شافك يا رجل. شو اذا ما بعتنا وراك 100 خبر ما بنشوف وشك؟ خير سيد منيب، قال عاوزني بشغله ضروريه. اول شيء حبيت بارك لك بالدواء الجديد اللي ركبته. الله يبارك فيك. بارك الله فيك بارك الله فيك. انت بتعرف يا ابو طلعت انه هذا الدواء اكتشاف كتير 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 مهم. ايه ايه طبعا بعرف كما بعرف. ها ها انت عيني، اصبح هذا الاكتشاف ما لازم يضل محبوس بين اربع حيطان. شو قصدك انت؟ اه شو قصدك؟
بدك نحكي بصراحة؟ احكي بصراحة يا أخي، بس بسرعة شوي لأني مشغول ما عندي وقت. أنا هلأ أنت كم قنينة من دور ربو فيك تركب بالنهار؟ يعني بدك تقول شي 4-5 أناني. إيه لا بسلامة عرفك، 4-5 أناني ما بيعملوا شي. هيك دواء لازم ننتج منه كميات كبيرة بعد ما تاخد فيه ترخيص رسمي. لا عمي لا، أنا لا بدي طالع ترخيص ولا مرخيص، ما تشلي أحد علي يا أخي. اسمع مني يا أبو طلعت، اسمع مني، خلينا نتعاون سوا وأنا بساعدك منيح. عمي أنا لا بدي أتعاون مع حدا ولا طالب مساعدة من حدا، بقى اتركني بحالي الله يرضى عليك. سدوني شبك اليوم. إيه بس ما بيصير هيك يا أبو طلعت، هيك دواء لازم يستفيد منه أكبر قدر من الناس. ولك حبيبي انت شو دخلك؟ شو دخلك انت فزاعة؟ شو حشري؟ حشري انت بتعرف هالشي؟ بعدين اسمع مني نصيحة يا نونيب، التهي بشغلك وزباينك وصيدليتك وترك لي هم الناس والبشرية على جنب، ولا تعمل حالك حريص على آلام البشر، لأنه حالتنا ضيقة ومنعرف بعضنا منيح. فهمت شو عم نغملك ونقرلك؟ عم نغملك أنا. السلام عليك. وعليك السلام. يا ابو طلعت، ابو طلعت حنفي. انا زهير. شو بدك؟ هلا مين تفضل لعنا؟ عازمينك على ثلاثة طايف. هلا وقت القطايف هلا تضربوا انتوا القطايف، هيك إلا لأمك. ايه؟ روح روح هلا، اسمعني بعدين بلحقك، روح مشغول، ما لي فاضي. قطايف. كاسة ميلو، كاسة حليب، كاسة مية الله يرضى عليك. تفضل. الحمد لله رب العالمين. صحة وهنا. على قلبك يا سلومة. كتير طيبين هالطايفات. ما صحوا لجدي، مغرقات مغرقات. هدول شغل خطيبتك سلمى. حط لك وحدة تانية؟ لا لا بعرف. بصل الأكل لبلعومي. إذا باكل لقمة تانية بختني، بتحترموني ها؟ بتحترموا مني. لا سلامتك. شو يا صهري؟ مو صار لازم تعمل لك همة بقى؟ هيصلكم سنتين مخطوبين. مو ليصير بإيدي شوية مصاري يا أم سلمى؟ ما كن شايفين شلون الحال دائرة على العباد؟ دائرة. إيه بس أنا سمعت إنه الله فاتحة عليك وعم تسترزق من الدواء الجديد تبع الربو. لعن على هالناس، لعن على هالناس. هي دغري بديت تحسدني؟ دقت عينا على العشرين قنينة الدواء يلي بعتهم؟ بعدين فكركن كتير عم بذبح أنا؟ يا دوب الشغلة جاي بهمة، يعني قلت ما عم اتكلف حق أدوية أولية وغاز وكهرباء وخرجية لأمي وإجرة بيت وغيره وغيراته، وبالأخير يا دوب يا دوب عم أقدر إلحس أصبعتي. لا وشو هذا لسه ما حكينا بالتضخم، يعني إذا صاروا شوية تضخم بالبلد ونزلت القوة الشرائية للعملة ساعتها ما بقدر إلحسها منه لا أصبعتي. يا سيدي نحن ما بدنا منك شيء، وبنتي قبلانة تسكن معك بالبيت اللي انت ساكنه هلا. لا لا كل شيء الا البيت اللي ساكنه. وليش بقى؟ مو من شان شيء، بس هذا البيت مو من مقامك ابدا، انت مقامك اكبر من هيك بكتير، وانا متى ما الله سبحانه وتعالى فتح علي رح استاجر بيت تاني مخصوص لسلمى. ايه خلص امي، خلينا ناجل الحكي بهالموضوع هلا. ايه بيكون احسن، خلينا ناجله. طيب مثل ما بدكم من اجله. صهري سمعت انك قلعت صانعك فشته من الشغل، صحيح هالحكي؟ طبعا بدي اقلعه لانه كثير غلبه ولسانه طويل، وانا ما بحب كتارين الغلبه، ما بحبهم يا سلمى، ما بحبهم منه. طيب شو رايك نحط ابني زهير محله؟ منه بيساعدك بالشغل ومنه بيتعلم المصلحه. يتعلم المصلحه؟ يا حبيبي هذا اللي كان ناقص والله، مشان يتعلم من هون يبقى كشني بذر من هون، مو هيك؟ لا عيني، لا حبيبتي، لا يا مهجة فؤادي، هالأفلام كلياتها ما بتمرق علي أنا، يعني ما بقى غير تطلب الكتب والدفاتر اللي عندي مهر لسلمى. أنا كتب ودفاتر؟ أنا قلت كتب ودفاتر؟ أنا بدي أمشي أنا، خاطركم بدكم شيء؟
طول بالك زهري، شو صار لك؟ عود شرب شاي. ما بدي اشرب شي، ما بدي اشرب شي. شربوا الشاي انتو والدكتور زهير، خاطركم. العم شو صار له هذا؟ شوفت عيني. تعرفي سلمى، انا هلا صرت متاكده انه هالغطا مو لهالطنجره، يضرب هو ومصاري. يا ستي نحن كثير تسرعنا بالخطبه، يخرب بيته بدل ما يبوس ايده وشه قفا لانه قبلنا نجوزه وحده بتطلع قد بنته. زهير، يا زهير. شوفي هيك لك اخي، بتركض وراء ابو طلعت بسرعه وبتعطيها الخاتم، واذا بتنحشه بوشه بيكون احسن. هي وشو بدي له؟ لا تقول له شيء، هو بيعرف لحاله. ليش لاحقني لهون؟ يخرب بيتك وبيت بيتك، عشقتوني انت وامك واختك. بتقول لك اختي خذ هالخاتم. شو يعني هذا؟ فسختوا الخطبه؟ اي فسخوكم شرفتين الهي، بالنقص وبالله وجع القلب، روح قول لامك واختك ولا خليهم يرجعوا الروب والشحاطه اللي هديتهم لاختك العيد الماضي، والشحاطه كمان اللي هديتها اياها اول السنه. بعدين في 1500 ليرة دفعتهم بالمطعم لما عزمتكم على الغداء ونسيتوا من 6 شهور هالمسألة. بديهم كلهم، كلهم بديهم. سمعانوا لا؟ ايه سمعان. اصفع حكودنا وشي اوان. لكن كل ساتك واقف العمى ما اسألك. بيتك وبيت بيتك انت بالعيني. شو مختار؟ قولتك ممكن يوافق؟ طالما الشغلة فيها للنفع العام لازم يوافق. لحنا رح نحكي معه، يعني ان شاء الله بس ما يخجلنا. سيدي بده يخجلنا ونص، لانه هذا ما بيقيم اعتبار لحدا غير لجيبته ومصلحته. ايه بس كمان هي الشغلة فيها مصلحته، مو هيك دكتور؟ ايه طبعا طبعا، وانا بضمن له هذا الشيء. سلام عليكم. وعليكم السلام. عصروا عصروا يا حكيم ابو طلعه. يا يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين بالشباب الطيب. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. شلونك يا اشقى؟ اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. شو رايك بفنجان قهوه؟ اي والله من ما نعدم ان شاء الله. اي والله من اراضيها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما صل على محمد. صح بتطل سامي سخنين وفراق. طيبين طيبين ان شاء صحتي وهنا. الله ما صل على النبي. الله ما صل على النبي. شو خير ان شاء الله؟ شو هالجمعه الحلوه هي؟ شو سببها يا ترى؟ يعني في موضوع خاص حابين نحكي معك فيه. موضوع خاص تحكي معي فيه انا؟ تفضل استاذ منيب. قبل كل شيء بحب اعرفك على الدكتور راشد صاحب محل الشفاء السريع للادويه. اهلين اهلا وسهلا ومرحبا. تشرفنا. تشرفنا. الحقيقة السيد منيب قال لي إنه حضرتك توصلت لتركيب دواء فعال كتير للربو من الأعشاب الطبيعية. إيه نعم، وإذا بتحب تجربه ما عندي مانع منه. موضوع التجارب منساويه بعدين، مو مشكلة، بس أنا بفضل بالأول إنه نتفق. نتفق؟ نتفق على شو؟ أنا جاي أعرض عليك إنه تصنع الدواء عنا بالمعمل. عندكم بالمعمل؟ ليش شو بمعمل لي؟ عندي معمل أنا، من شو بيشكي معمل لي؟ ما بيشكي من شيء، بس عنا ممكن نصنع كميات أكبر، يعني ممكن تنتج باليوم 200-300 قنينة، طبعاً بعد ما ناخد ترخيص قانوني بالدواء. فكرة معقولة كتير يا أبو طلعت، يعني هيك بيستفيد أكبر قدر ممكن من الناس من هالدواء. بعدين دكتور راشد جاهز لأي شيء بتطلبه. طيب الدواء، مين بده يركبه؟ أنت طبعاً، بس تحت إشراف المختصين اللي عنا، ومخابرنا كلها تحت أمرك. والله عرض ممتاز كتير. انبسط عمي انبسط. لو صحت لخالك ما كان مات. لا حدا يجيب خيرة سالي سيرة خالي على لسانه منوب. بعدين انا يلي بقدر، مو غيري، اذا كان العرض ممتاز ولا لا. مو حضرتك يعني العالم. شو طول بالك؟ شو حكينا؟ اهدى شوي يا ابو طلعت، فكر على مهلك ولا تضوج. ما بدي تفكير الشغلة يا مختار، انا هيك ماشي حالي وما لي مضطر شارك حدا. ما بدي. يا ابو طلعت، إذا أنت خايف على سر تركيبتك فأنت رح تاخذ براءة اختراع وحقك رح يضل محفوظ بالقانون. أي مرحبا قانون، لأنه متى ما لطشتوا مني سر الدواء بشو رح ينفعني القانون؟ يا أخي نحن ما جايين نلطش منك شيء، نحن جايين نتفق معك قدام هالوجوه الطيبة. أخي هالوجوه الطيبة كلياتها على عيني وراسي، حلو هالكلام، بس أنا ما بدي حدا أتفق معه، ما بدي حدا أتفق.
معه؟ ما بدي حدا اخو ما راي شيء. بس انت هيك عم تمنع المنفعة عن الناس. لك هلا انت خايف على منفعة الناس ولا خايف على منفعة جيبتك؟ لا 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 يا ابو طلعت، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ ما بعرف والله. حر انا يا اخي، تعلمني الادب والحكي كمان. حلو والله، شلون ما بدي بحكي بحكي، ممنوع شيء. هناك الرأي وهناك الرأي الآخر. ولمعلوماتكم هذا الدواء أنا يلي اخترعته، وأنا يلي بدي ركبه، وأنا يلي بدي بيعه. حدا له معي شيء؟ هي أنا عم بعرض قدامكم كل ألوان الطيف. بأتركوني بحالي يا أخي. الله يرضى عليكم. ماني ولد صغير أنا ويمضحك عليه كلمتين. قسما بالله وما يكون علي يمين تحلفوني. بكره متى ما صار سر الدواء بين ايديكم بتلحشوني برا، بطلع من المولد بلا حموص. ويكون بعلمكم انه سر الدواء راح يضل مخبى عندي هون بنافوخي، هون بصدري، هيك لحتى موت واندفن في قبري. خاطركم روق شوي يا ابو طلعه. ابو طلعه شباب هدي شوي، وين رايك؟ خلاص اللي عندي قلته. روح عني يا ما في فائدة. العمى مخه يابس مثل الصخر. ما قلت لكم يا خسارة. يا وضور قولي رايح على فين، يا وضور قولي وسافرت منين، يا وضور قولي يا وضور قولي. طال الوقت على الركاب يجري كلامهم في سؤال وجواب. آخ يا ربي كتر مالي واحفظ سري. مين؟ شي ولا الازعر ولا دق الباب وهرب. يخرب بيت هالولاد، شو قليلين تذبالي. ليكون الدكتور راشد بعت حدا ليسرق سر الدواء؟ اكيد جايين يسرقوا الكتب، ما في كلام. انا لازم خبي الكتب بمحل الجن الازرق، ما بيعرف وينه. طيب والكتب والدفاتر اللي كانت عنده شو صار فيها؟ ما بقي منا غير هدول.